احنا يعني كشعب فلسطيني شعب في بلد محتلة معنيين انه يعني نتعرف على بلدنا. دائما دائما في كل مسار من روحه الشباب يقولوا هذا المكان اول مرة نوصله، واحنا تفاجأنا بجمال الطبيعة وجمال المناطق اللي بنزورها. مجموعة شباب وصلنا نجمع في فرق قديمة، عملنا مجموعة واتساب بنتفاعل يوميا مع بعض، تقريبا عندنا شبه يومي مسار بين 7 للـ10 ايام العصر. عندنا مسار مركزي مثل مسار اليوم اللي هو يوم الجمعة، دائما يوم الجمعة بعد صلاة الفجر بكون مسارنا مركزي طويل وشاق، بتخلله فطور بتخلله تروية صغيرة. اللي بيميز الدرجات الهوائية وهذه الرياضة انها رياضة آمنة للي بيلعبها بحكمة، ثانيا انها رياضة ممتعة، ثالثا الرفقة صحبة، رابعا السياحة. فيعني موضوع السياحة في الدرجات الهوائية هو أكثر شيء بيميز هاي الرياضة. يعني فعلا زرنا مناطق مثل مسافر بني نعيم، نبي موسى، خشم الدرج، بتير، رحنا أكثر منطقة يعني كانت كثير ممتعة. اسمي حمزة نصر الدين، عمري 22 سنة، بلشت تقريبا من 2 سنين. طبعا كنت أطلع لحالي كيلو 2 كيلو، عبين ما طورت مهارتي وصرت أوصل الـ10 كيلو. مع الوقت عرفت على الشباب، صرنا نوصل الـ20 كيلو، ومع الوقت يعني صرنا نطلع أكتر، نوصل بيت لحم، نوصل رام الله، وإن شاء الله يعني إنه راح نطلع القدس بدون حواجز بدون جدار، بنصلي بالأقصى، من الأقصى نطلع على يافا، ننزل على غزة، وهكذا إن شاء الله هذا الهدف. الاسم شريف مسك، أنا طبعا من دراجي السابقين في هذا، شاركت من أكتر من فريق مع إنفينيتي مع أكتر من ناس، وظليت مستمر الحمد لله. طبعا احنا اليوم بدناش نحكي كثير، احنا بضيافة آل سلطان. طبعا آل سلطان هو معروف يعني رأفت سلطان من مؤسسي فريق دراجي الخليل الأصليين. طبعا رسالتنا احنا انه يكون في اهتمام في الموضوع، ننشر هذه الثقافة لانها مش موجودة عندنا كثير في البلد، حلو أن نعززها. يعني رسالتنا للاتحاد الدرجات الهوائية، لوزارة الرياضة والشباب، وزارة التربية والتعليم، أن تنشر هذه الثقافة من خلال المدارس، من خلال الجامعات، يكون في اهتمام وترويج لها، لأنها يعني وسيلة نقل سهلة وسريعة واقتصادية. يعني حتى الآن في دولة الاحتلال بيروجوا لها بقوة، عندهم 300 مسار في مدينة القدس، الآن رئيس بلدية القدس قرر يضاعف المسارات، يعملهم 600 مسار عشان يخفف من الأزمة، يخلي الناس تعتمد على هذه وسيلة النقل. فهي يعني رسالتنا إنه يكون في اهتمام في الموضوع.